الحمد لله رب العالمين ولا عقبان الا على الظالمين نشكر لا اله الا الله وللصالحين ونشكر ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اجمعين الى يوم الدين. عباد الله، لقد قسم الاسلام الادوار بين الرجال والنساء ليس من باب التفاضل ولكن من باب التكامل والتعاون. فالإسلام يوصي المرأة باعتبارها منبع الحب. المرأة منبع يعني عين الحب. المرأة منبع الحب ومستودع الجمال. الجمال مكنون في المرأة ومصدر الاستقرار. إنسان يستقر كانت المرأة في الدار وكذلك الطمأنينة في البيت، الطمأنينة كانت المرأة والمرأة في الدار بكل شيء. ويوصيها الإسلام بأن تحرص على خلق جو عائلي مفعم بهذه الروع، لأنها هي المرأة هي مصدر السعادة. المرأة مصدر السعادة والراعية في بيت زوجها، وهي ربط البيت بأن تبني معدن الكلمة. نعم هي ربط البيت، أنا رب هذه الجملة، يعني صاحبها، هي صاحبة البيت. المرأة ربط البيت مطالبة بحسن المعاشرة وتوفير جو من الود والاستقرار للرجل والأبناء، عندها مسؤولية والابتعاد عن كل أسباب القلق والنفور. أنا مش راجع من المعنى حسن خاطر هي منبع التعديل الكل، ولا بد أن تغير وتعكر صفوة الحياة العائلية. فهي المرأة مناء الفضيلة ومجمع الأخلاق الكريمة، وهي مرض الرجل وعونه في جدته، وهي نوره يعني ببساطة الدعوة. فالرجل بعينها يبصر وبرأيها يسعى ويدبر. كل رجل عظيم إلا وراءه امرأة، وبعطفها وحنانها يغالب الحياة وينتصر. شو سيدة خديجة شقاف الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له ربي ما يخزيكش، خوت اول ما جاء الوحي هي الخوت في العزيمه بتاعها. قالت لي مؤمن وصابر تتحسن الفقير تطلع من شيعان ربي ما يسيب مش باش يسيب لك، يعني اصبر يجي الوحي انت خايف. قول يا خديجه انا خايف. قول ما تخافش ما تخافش. المراه هي بعطفها وحنانها تغالب الرجل يغالب الحياه وينتصر. فالمراه هي العمار كله والحياة كلها، بين سمعها وبصرها ينشأ الطفل وتحت رعايتها يكبر وبآدابها وأخلاقها يتغذى. فهي الأساس المتين الذي تقوم عليه رفعة الأسرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بن معاوية رضي الله عنه: المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح. وأيما امرأة خدمت زوجها سبع أيام وربي هزها، يعني شو عمل قد عمل ربي هزها سبحانه وتعالى، قال أغلق عنها سبع أبواب النار وفتحت لها ثمانية أبواب الجنة، تدخل من أي من شاءت بغير حساب. وإذا كانت المرأة صبورة ووفية لله ولزوجها فالله عز وجل يعطيها خير الدنيا والآخرة. فيا ارحم الراحمين اشرح بالصلاه على محمد وعلى ال محمد سرورنا، ويسر بها قبورنا، وفرج بها همومنا، واكشف بها همومنا، واغسل بها حبتنا، وانصر بها حجتنا، وطهر بها اسئلتنا، وانس بها وحشتنا، وارحم بها غربتنا. يا ارحم الراحمين، قد ظهر الفساد فنجنا يا رب، قد عجز الطبيب فداونا يا رب، قالت حياتنا فداونا، وجد علينا الرضا يوم اللقاء، ولا تجعلنا مع الاشقياء. يا رب السماوات العلى، انزل بقلوبنا الايمان، ادم علينا نعمة الامن والامان والاسلام. يا باسط النعم، يا دافع النقم، يا منشئ الكون من عدم، انصرنا على القوم الكافرين، ارم الظالمين بالظالمين، اخرجنا من بين سالمين. يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الاحزاب.
الأحزاب، عليك بالكفار الطالبين، عليك بالمشركين الملحدين، عليك بالصهاينة الغاصبين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر أهل الفلسطينيين على الصهاينة المحتلين. اللهم احقن دماء أخواننا في كل مكان من الإسلام يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوء أو شر أو كيد أو مكر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره. يا أسرى الحاسبين، ارحمنا وارحم جميع المذنبين، وأصلح شباب المسلمين، وأصلح شباب المسلمين، وأصلح فتيات المسلمين، وأصلح فتيات المسلمين، وأصلح جميع المسلمين، وردهم إلى دينك القويم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واهد ذريتنا، اجعل هداة المهتدين، باركنا في زوجاتنا، ارحم والدينا، ارحم شيخنا، ارحم من علمنا، ارحم من علمناه، ارحم من فضل علينا، بارك في رزق وصحة من سعى ومن لا يسعى لأعمال هذا الجامع. يا أرحم الراحمين، ارحم جميع المؤمنات، الأحياء منهم الأموات، إنك قريب مجيب الدعوات، يا قوي يا متين، يا رب العالمين. صلي في بيت الكتاب على سيدنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.